السالفة فيها أن هذه الأيام طبعا المثل هذا مو هو جديد، احنا نفكر انه حديث ولكنه قديم جدا، وهو على ايام الدوله العثمانيه. كان في شخص اسمه علي بن منقذ كان يحكم قلعه في سوريا اسمها قلعه سيزر في حلب، وكان حاكم سوريا شخص اسمه محمود بن مرداس. محمود بن مرداس هذا بينه وبين علي بن منقذ مشكله، وكان يبي يستدرج علي بن منقذ يجيبه عشان يقتله، فأمر الكاتب حقه يكتب له خطاب يستعطف فيه علي بن منقذ بحيث انه يجي. فالكاتب كان زمير لعلي بن منقذ، كتب له رمز في الخطاب بحيث ان الحاكم ما ينتبه. كتب تحت بعد ما كتب اسم الخطاب واستلطفه: إن الله تعالى، شدد النون، والنون المفروض انها تكون ساكنة. واللحن عند العرب من اول انك تلحن في اللغه، هذه مصيبه، هذه عظيمه عندهم، وقليله حدوثها، قليل جدا حدوثها، ما يعني ما يلحن الا الشخص الاعجمي، الشخص العربي الاصيل، هذا شيء من سابع المستحيلات انه يلحن في اللغه. فبعد ما قراها علي بن منقذ قال: مستحيل، كاتب دوله يجعل النون مشدده وهي المفروض انها تكون ساكنه، في سر. وبما أنه قال إن الله تعالى، شوف الربط عندهم، بما أنه قال إن الله تعالى معناته حل اللغز في القرآن الكريم، أروح أبحث في القرآن الكريم وين النون المشددة، ويبحث عن النون المشددة في المصحف الكريم، ويلقى النون المشددة يعني موجودة في أكثر موضع، لكنه لقاها في الموضع اللي هو يبي. إن الملأ يأتمرون بك، فهم هو أن الجماعة يبونه يعني، فراحوا ورد على الخطاب وكتب تحت يبي يوصل للكاتب معلومة أني أنا فهمت يعني. إن الخادم علي بن منقذ، يبي يقول أنا الخادم علي بن منقذ، فكتب إن الخادم، كسر الألف وشدد النون، هذه مصيبة بعد. فبعد ما قراها الكاتب راح يبحث في القرآن الكريم وين الألف المكسورة والنون المشددة في القرآن الكريم، ولقاها في قول الله تعالى: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فصارت مضرب مثل عند العامة من هذاك الوقت إلى يومنا هذا. سبحان الله، السالفة فيها أنه